بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا لسه مع السيكونس، بنقفل الموضوع بتاع الكوليكشنز ونشوف الإمكانيات اللي مديها لنا السيكونس الجديدة. المرة دي عايزين ناخد مثال كده شبه متكامل شوية، نشوف فيه مع بعض هيفيدنا في إيه السيكونس والكوليكشنز وغيره وغيره وغيره. فأعمل داتا كلاس وعملت ستودنت، وليكن الستودنت داتا ده جاي لي بيه نيم، والنيم ده سترينج، جاي لي مثلا ايج، وجاي لي وجاي لي وجاي لي وجاي لي. تخيل مثلا، عايز طبعا ألم المثال. فدي داتا جايه لي مثلا اكنها تيبل يعني، فعرف منها فاريبل اسميه ستودنتس، واعمل بقى ستودنت ورا ستودنت ورا ستودنت، اكن الداتا بقى كتير بقى، وابدا اشتغل بقى بفلتر واشتغل عليها على الطاير وحاجات زي كده. فاعمل ايه؟ ستودنتس ده ليست اوف ايه؟ اوف ستودنت اللي انا عرفته فوق، اللي هو الداتا كلاس. الداتا كلاس ده قلت له ستودنت بقى، وبعت له النيم مثلا وليكن سابور، وبعت له ايج وليكن مثلا ايه 16 مثلا، كوما، واحط الايه، واخد كابي بيست بقى، احط الايه للستودنت اللي بعده واللي بعده واللي بعده، احط له شويه بيانات كده عشان اعرف اعمل فلتر كده، واعرف ارتب واعمل فرز واعمل مش عارف ايه يعني. شوف شويه حاجات كده ايه من الامكانيات اللي انا لما اجي اشغل بقى السيكونس على داتا حقيقيه هيفيدني في ايه يعني، اقرب بس الفكره بتاعتهم. قد تكون ده بعد داتا جاي من داتابيز جاي مش عارف ايه جاي بعدين قدام ان شاء الله من جيسون من. فعملت ايه؟ بس سميت واحد تاني اسمه كحيل، اديته 48 ساعه 48 سنه عشان يبقى هحدد، هخلي دوت اكبر تاريخ عشان بقى اكبر ايدج عشان اعرف برضه اشتغل عليه. وعملت عدل مثلا، اديله مثلا 39، واعمل عدل تاني عشان برضه اعمل فيه تشابه في الاسماء عشان اعمل شويه شغل، وخلي برضه الايدج متشابه مثلا 23 و 22 عشان يبقى هو مهم متشابهين في السن، وفي عدل وعدل متشابهين في الاسم ماشي، وفي عندي اصغر واحد صبور وعندي اكبر واحد كحيل عشان ابدا اشتغل عليهم يعني. دي داتا عاديه جدا، داتا بقى جايه من اي حته مش مشكله، الداتا دي جايه منين مش عارف، مش مهم الداتا دي. فانا هعمل ريزلت وند، وهقول له خش على السيرتس ما ليست، هقول له دوت از ايه، اتعامل معاها كانها سيكونس، هقول له از سيكونس، خلاص بقت سيكونس، اشتغل بقى بالفانكشنز بتاعتنا الجميله. فقول دوت فلتر مثلا، او دوت مثلا سورت، او دوت هنشوف شويه حاجات حلوه بقى. سورتد باي مثلا، انا عايز ارتب بايه؟ قلت له ايت دوت ايج، خلاص هو عارف ايت ايت ايتم دوت ايج، يبقى هرتب بالايه؟ هرتب بالايج، خلاص بالعمر يعني. طيب هقول له مثلا ايه distinct يعني distinct by، يعني عايز ما يتكررش، ما يبقاش فيه دبليكيت، بالايه؟ بالايد دوت نيم، يعني من الاخر كده هيخلي عادل عادل دي هي تبقى واحده خلاص. فانا مش عايز دبليكيشن للمكرر بالنيم، يكون مش عايز دبليكيشن للايدج، يعني عايز دبليكيشن، فاهمني؟ ودوت تو ليست، وحولتها ليست مفيش اي مشكله خالص. بقول له برنت بقى الريزلت 1 دي تمام. فبعد ما يعمل ايه؟ هيسورتها بالايدج والاسماء ما تتكررش فيها، هو ده اللي طلبناه، ويحولها لليست عاديه بقى ونطبعها عادي جدا عشان ما تبقاش سيكونس، لان السيكونس زي ما شفنا ما بقاش محتوي على الداتا ذات نفسه. فهي الفكره دي بس، والايدج طبعا هيرتب بالايدج. تعال نشوف، نعمل كليك يمين ونعمل رن. تلاحظوا عمل النيم سابور 16، ادي اول واحد اصغر واحد، بعد كده 23 مهيمن، بعد كده عادل 23 عشان نفس العمر، ومفيش عادل تاني خلاص. وجاب ايه؟ وجاب كحيل. استبعد ايه؟ استبعد لما الاسم يبدا يتكرر معاه بيستبعده، اسم يبدا يتكرر معاه بايه؟ بيستبعده زي ما احنا شايفين، وخدهم من ايه؟ من الصغير للكبير تمام. دي الايه؟ الاسندنج. ممكن نعمل ديسندنج بارامتر بس مش اكتر. فهعمل فال ريزلت 2 مثلا، وهعمل بقى برضو من الستودنتس واتعامل معاها كسيكونس، وابدا اعمل شويه عمليات تانيه مختلفه، نتفرج كده على شويه عمليات مهمه برضو، ناخد خلفيه كده. طبعا في طبعا الفانكشنز يعني كبيره بحجم كبير جدا، انا بوريك كام فانكشن، والعمليه يعني مجال مفتوح كبير جدا وواسع انك تقدر تخش في تفاصيل كتير. فانا هقول بس السيكونس، وعايز الماكس باي الايدج. ماكس باي الايدج معناه ان عايز اعلى اعلى عمر، فالمفروض يجيب لي كحيل. ممكن اقول مينيمم باي، وممكن في حاجات كتير بقى يعني، قلب بقى الفكره، افكار بسيطه بس المهم تبقى عرفت الفكره الدنيا ماشيه ازاي. فالمفروض كده يجيب لي اعلى واحد عمرا، فقال لي اعلى واحد عمرا اللي هو كحيل 48 سنه. طيب دي دي دي, دي شكل. انا ممكن اوقف طبعا عشان ما اخدش ريزلت 3 كده عشان نختصر شويه في الوقت. وفي حاجه اسمها جروب باي، مهمه جدا مهمه جدا، والناس بتوع الداتابيز يعرفوها يعني. جروب باي هقول له ايت دوت مثلا ايه الايدج، فمعناها عايزك تعمل جروبنج بالايدج، معناها ايه؟ كل مجموعه مع ايدج مع بعض يتحطوا. لو انا حطيت الير مثلا السنه الدراسيه، ممكن اجمعهم كل سنه مع بعضين. فضل قال لي السنه 16 مفيش غير مين؟ غير سابور. ال 48 مفيش غير مين؟ مفيش غير كحيل. لو في اكتر هيجمعهم مع بعض. 23 في عندك، ايوه دي بقى مهمه بقى، في عندك مهيمن 23
كوما ومديك كمان مين، وفي عندك كمان ستودنت تاني اسمه عادل برضه 23، فجمعهم لي جروبنج على حسب الايه السن. ممكن اعمل جروبنج بالشكل دوت في اكتر على حسب الداتا اللي عندي وعلى حسب الايه الاتريبيوتس اللي موجوده عندي. وكده شفنا شويه ايه فانكشنز وشغل مع ايه السيكونس.